ما هي حظوظنا فعليا في البارالمبيك الآن؟ حظوظنا ان شاء الله قويه يعني صراحه، وانا بس مش راح اقدر انه طب بالله عليكم، اخلي بالله الامور يتوقف، بالله يتوقف شوي عبد الكريم. والله الابتسامه يلي بيعملها بتعطي امل وقوه واصرار. شو بدنا نحكي لكم؟ ما هذه الابتسامه اللي بيحكيها بتفاؤل، هذا هو المطلوب من الرياضيين لما يكون واثق من نفسه. عبد الكريم عن جد هذا الشعور اللي وصلني من ابتسامتك هاي الواثقه من نفسك، مش مجامله. تسلم والله حبيبي، تسلم صديقي، ليلك بالعكس احنا متشوقين جدا جدا، ونواصل الليل بالنهار من اصل تحقيق انجاز، والمتوقع انه يكون الاول في تاريخ مشاركات دورات الالعاب البارالمبيه من تاريخ تاسيس رياضه رفع الاثقال او رياضه المعوقين بشكل كامل. المتوقع باذن الله ان يكون هذا الانجاز في بارالمبيك طوكيو 2020 من اكبر الانجازات من تاسيس الاولمبياد ولغايه هذه اللحظه.